ابو جبل بالنسبه لك علامه استفهام ولا لا؟ انا بصراحه علامه استفهام في إيه؟ مش بس عشان ابو جبل مثلا مهزوز في ماتشات معينه او بيأدي ادوار كويسه، فكره هو برضو معدل الاعمار يا ابراهيم. انا النهارده عندي محمد الشناوي، انا عارف ان هو الراجل اللي بيبدا على طول، فانا كان دايما بيبقى موجود حارس تاني كبير، يعني مثلا ابو جبل، جنش في فترات، شريف اكرامي، ايا كان الحارس التاني اللي موجود اللي يعمل المنافسه. طب لكن سؤال يا اسلام، انت شايف ان ابو جبل في الوقت الحالي، يعني انا شفت تصريح للكابتن احمد ناجي انه هو بيقول ان جبل تم ذبحه في الزمالك او في منتخب مصر، انت متفق مع ده؟ لا مش تم ذبحه، لكن انت احيانا كتير حارس المرمى لما مش موفق وبالذات في الماتشات الكبيره بتتبروز معاه. لكن انا عندي نقطه دايما، لما حارس المرمى يبقى مش موفق انا لازم يكون عندي حارس مرمى بديله الثقه. برجع تاني اقول لا، يعني كل حراس المرمى بتغلط وبتغلط غلطات كبيره، لكن المهم ان انت النهارده انت عايز منه ايه؟ هلا كل ما هتغلط غلط هقعدك فيلعب زميلك التاني يغلط فقعده؟ لا، حارس المرمى عشان يجيب مستواه ويوصل للتوب فورم بتاعه لازم يقعد فتره كبيره يلعب. فابو جبل كان مهزوز طبعا ماتش الاهلي، لكن واضح ان هو كان ماشي كويس قوي الماتش ده، اخده ونزل بيه لتحت جدا. كان لازم ياخد فرصه تانية، وكان لازم ممكن كيروش هو اللي يرجع له الثقه، يعني وجوده معاه. هو بياخد في الماتشين لما كان معسكر انجولا والجابون ومعسكرات ليبيا كان بياخد 4 حراس مرمى، النهارده لما راح البطوله العربيه اخد 3 وفيهم 2 صغيرين في السن ممتازين، صبحي ومحمود جاد. ولكن هل انت النهارده هتقول والله انا هريح الشناوي في ماتش وابدا بصبحي او بجاد؟ طب انا كنت شايف ان انت هتبدا بحارس تاني كبير، يبقى ابو جبل دايما باك اب معاك ودايما موجود لحته التنافس القوي بينه وبين الشناوي طول الوقت، ما يبقاش حد. الشناوي ما شاء الله عليه ماشي كويس جدا، بس ما يبقاش حد طول الوقت مش لاقي ان في حد يعني انا مستصعب فكره ان صبحي يلعب على الشناوي او جاد يلعب على الشناوي، لكن ممكن ابو جبل ياخد فرصه. فكنت اتمنى ان كروش يضم حارس تاني كبير اللي هو ابو جبل،